اهلا بيكم في سي في وار تريدنج روم عرض الجمعه 18 فبراير 2022 فاضل اولموست 4 مينتس انتل اوبن. لازم بس اقرا ديسكلوجر او ريسك ديسكلوجر بري كويك. طبعا ريسك ديسكلوجر ده بيعرف الناس ان التريدنج هاز يعني في جزء كبير ريسك, فلازم تبقى عارف بتعمل ايه, ولازم تبقى واعي ان التريدنج ممكن تخسر منه فلوسك كلها لو انت مش عارف بتعمل ايه, وان انت دونت تريد اول يور ماني, دايما تريد الفلوس اللي انت مش محتاجها. ففيوتشر اند فوركس تريدنج كونتين سبستانشال ريسك اند از نوت فور افري انفستر. انفستر كود بوتنشالي لوز اول اور مور ذان ذا انيشال انفستمنت. ريسك كابيتال از ماني ذات كان بي لوست وذاوت جيوبارتايزنج وانز فاينانشال سكيورتي فور لايف ستايل. Only risk capital should be used for trading, and only those with significant risk capital should consider trading. Past performance is not necessarily indicative of future results. That's it. فده ال disclosure ده by law, by US law, عشان احنا بتريد US market لازم نوبي مع US law, عشان الناس تبقى عارفة ان trading ما هواش gambling. عشان تريد تعمل ماني لازم تبقى بتعمل كويس قوي, ومحدش بس يقول كده معايا مثلا سيفنج 100,000 جنيه في البنك انا عامل بيهم تريدنج ويمكن اكسب ويمكن اخسر. ده مش ده اسمه جامبلينج مش تريدنج. فاضل تقريبا 3 مينتس, فانا دايما بناخد فيرست تو اكتف تريد الار تي واي. الهدف اللي احنا بنعمل عايزين نكاتش 10 بوينتس الار تي واي. فالتريدنج بلان بتاعتنا ان احنا بناخد ار تي واي 2 هافز. فيرست هاف 2.4 بروفيت تارجت, الستوب لوز 4.4, سكند هاف ستوب لوس 4.4 مفيش بروفيت, بنعمل تريدنج ستوب لوس. لو وي كاتش 10 بوينتس او مور من الفيرست تريد وير دان. لو didn't catch 10 بوينتس ومش ماكس لوز ممكن ريس اني واي, لو didn't catch لو ما didn't catch 10 بوينتس او ماكس لوز ممكن اب تو سكند تريد. لو السكند تريد حققنا 10 بوينتس وي دان. لو الفيرست تريد والسكند تريد ماكس لوز وي دان, وده حصل امبارح. لو فيرست اند سكند تريد ما عملناش 10 بوينتس وما حققناش لسه البروفيت بتاعنا, ممكن ناخد اب تو 3 تريدز اند ذاتس ات. اوكي جماعه, اذنكم شيكوا على الاي تي ام استراتيجي بتاعتكم. اكونت ريدي تامز اب. Ready, come on. Everyone ready? ATM strategy, accounts. Get ready for the 1 minute. 1 minute. Almost 40 seconds. Twenty seconds. Yeah, be mindful. We can take the long to short, short to long. Follow 7 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Market is ready. Be ready, come on. No trade yet. No trade yet. No trade yet. Nothing so far. Nothing so far. Nothing so far. Very slow open. Market tried to push down, but listen. شوف اللي يحصل. Still, very choppy open, very choppy open. في احتمال ناخد لونج يا جماعه بس لسه مش اكيد. Okay. No, no cancel long, مش long. Still, ممكن ناخد لونج بس مش اكيد برضه لسه. Just wait.
طبعا احنا لو ما جاتناش جود سيجنال مش هناخد تريد. بنتريد السيجنال. جات تريد تيكت ما جاتش خلاص في احتمال ناخد لونج يا جماعه. في احتمال ناخد لونج في احتمال ناخد لونج. نوت شور. نو ماركت فيري شوبي مش لونج اور شورت نعم. خدوا بالكم الفيرست اكتف تريدز او الفيرست تو اكتف تريد دول بيبقى اول 5 مينتس من اوبن يعني لو عدت 9:35 اتس دان هناخد حاجه اسمها ترند تريد لكن فيرست اكتف تريد فيرست تو اكتف تريد بيبقى اول 5 مينتس من اوبن بس فدلوقتي 9:32 فده 3 دقايق موست لايكلي بعد الشوبي ده بيحصل موف هوبفلي يعني ليتس سي في احتمال لونج يا جماعه. في احتمال لونج. I'm not sure. هقول لكم anyway. يا جماعه هنعمل باي ستوب ليميت عن 2027.2. Two zero two seven point two by stop limit. Still, زي ما احنا we're waiting. ستيل زي ما احنا very 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 choppy open ستيل زي ما احنا برضه بي مايند فاحنا ممكن نقفل اللونج دي ممكن نقفل اللونج دي وناخد شورت عادي. اتس فاين. فاضل اولموست 1 مينت على الاكتف تريدز. اولموست 1 مينت او اكشلي 20 سكندز تقريبا على الاكتف تريد ويندو. ده هيبقى اول يوم من ساعه ما عملنا تريدنج روم ما بقاش فيه اكتف تريدز اند اوبن فيرست داي اند اكتف ويندوز ده كانسل تريد ناو وي لوكينج فور لونج تريد او هنلوك لوك عايزين بقى ترين تريد ف جاست ويت جاست ويت اول يوم من ساعه ما عملنا تريدنج روم ما بقاش فيه تريد اول 5 مينتس I'm looking actually I'm looking for short trade. قلت دايما بعد البيج موف ده لازم يحصل بعد الكونسوليشن لازم يحصل بيج موف وحصل هو داون سايد. بس انا مستني ريتريسمنت عشان اخد البول باك. I'm waiting for retracement. حد يا جماعه عارف التريسمنت يعني ايه؟ العودة العودة
keep going down to that short. Price keep going down on the short. Yeah. What's the problem with that, Hisham? أي مشكلة؟ هو أنت متخيل عشان التريدنج إن أنا عشان برايس جو داون أشوف إن تريد؟ ده ما اسموش تريدنج يا شباب. I'm waiting for a signal. I don't care go down, going up, going circles. I don't care. لا ده مش التريسمنت يا شباب. ده مش التريسمنت. التريسمنت اللي حصل بيحصل دلوقتي حالا. ده التريسمنت. The market keep going down وبعدين بس ده مش التريسمنت برضه. ده market keep push higher. ده اسمه consolidation now. Retracement, market go down, retrace for a couple of points, continue back down. This is not the case. Let's see. Let's see. Look, it's very choppy. Very choppy. Retracement and market push down, pull back a couple of points. ونركب الترند داون سايد ده ما حصلش. كده ممكن نلوك فور لونج تريد يا جماعه. كده ممكن نلوك فور لونج تريد. كل اللي بيحصل ده كله لو خدنا اي تريد في الوقت ده لوزنج تريد. مفيش كلام. شط. المنظر عامل ازاي؟ مرجيح. بص المنظر. اهو. I'm looking for long for now. Looking for long. Still looking for longer one. One of the slowest open I ever seen. Still looking for long. مركز رجع يكون صناديق تاني. هل هيكمل داون ولا هيكمل اب؟ ويتس سي. راح تقريبا الساعة 10 ونص تقريبا لحد يمكن الساعة 1 ونص الظهر تقريبا الماركت داون بس. كل الماركت. بيكسل اوف امبارح. بيكسل اوف. سؤال يا جماعه، لو انت في الماركت looking for a trade او بمعنى صح هدفك وانت بتعمل تريدنج انك تلاقي تريد تلاقي سيت اب ولا تتريد، ايه هدفك؟ بتدور على سيت اب جود سيت اب ذاتس ات.
trade equal setup. Exactly. ما فيش setup. In case ما فيش setup, no trade. بالظبط كده. You're right. ده الجول. يعني عادي جدا لو انت في يوم ما لقيتش شتر ما فيش تريد ما فيش تريد ما فيش تريد مش هفورس الماركت يعني. بص يا جماعه الماركت عامل ازاي؟ بص اللي حصل، بص المنظر، بص المنظر، بص المنظر. الماركت ده اي حد بيدخل فيه واحد بيخسر، يعني ما حدش بيكسب فيه خالص بالمنظر ده نهائي يعني. طبعا الماركت بوش داون تاني بيحاول يعمل كل الجين اللي عامله بيرجعه تاني وبعدين يطلع اب مراجيح مراجيح بص مراجيح اوب اب داون اب داون نفس بنفس البوينت مراجيح. طبعا ده مش ماركت تريد خالص. هيرجع تاني واعتقد يلبس هنا تاني ويكمل داون تاني. بعد يقول كده انا ليه مثلا ما اخش تريد هنا واخرج هنا واخرج هنا واخرج هنا او بس لو هو ده if this your trade setup لو حد بيتريد الحاجات دي او عنده سيت اب بتقول له انا سيل هنا وباي هنا لو عنده سيت اب بيعمل له كده وبيعمله على لونج تايم كونسيستنت دو ات. لكن السؤال هل دي ماي تريد سيت اب؟ لا. ف اي دونت كير. حد مثلا مره بيبعت لي مره قلت له احنا ليه في في 1 في 2 في 3 لو ليه ما باخدش مثلا تريد على الفانيلو لاين؟ ليه باخد على الميدل باند؟ كوز ذيس ار سيت اب. عايز تاخد تريد على الفانيلو لاين؟ خدها تريد فيها. لو انت شايف انها كونسيستنت معاك بتعمل لك كتير وعامل معاك بروفيت على اللونج ران مش 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 تريد على اربعه على خمسه على اللونج ران وعارف بتعمل ايه وعارف بتاخد امتى تدخل امتى وجربتها اكتر من مره ونجح معاك كويس دو ات. هي دي الفكره. لكن انا ما باخد تريد على ميدل باند انا مجرب بقالي سنين. اي تراستد. اه سو بورينج. اتس اوكي. اي لاف بورينج دايز. هو طفل يا جماعه الاثنين الجاي اجازه صح؟ اه قلت لكم صح. الثلاثة الجاي والسبت الجاي مفيش برضه مفيش ميتنج. ام اوف. بكره وبعده الاثنين اجازه بقى ثلاث ايام ورايح بصراحه اي نيد ات. اه honestly honestly شو ممكن ناخد شورت بس انا بصراحه يا جماعه شورت كانسل كانسل بالشورت يا جماعه هنعمل نو لا 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 نو 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 ويت مش دلوقتي
يا جماعه هنعمل سيل ستوب ليميت اوردر سبميتد 2015.9 سيل ستوب ليميت 1 سكند شي او ميني تكس هنا 2015.6 اكشن 2015.6 سيل ستوب ليميت interesting. Oh, market push higher. Lord, do I cancel? Yeah, cancel shortly. Cancel the limit. Order canceled. Cancel. في يا جماعه في 1 على الاي اس في يا جماعه في 1 على الاي اس بس اعتقد احنا مست وفي لا لا الان كيو لا وي مست في 1 اي في 1 اي اس وي مست الاي اس ادي الاريا البيفت ماركت فدي ممكن دي ممكن يا جماعه دي تكون في 1 او تيست تريد انا بس فاكر ستيل كان ار تي يو على فكره ستيل شايف ان ار تي يو ممكن يبوش هاير بعد الكونسوليشن اللي حصل ده فممكن جدا ناخد لونج تريدنج بس بي مايندفول لو حد عايز ياخد ايه بتاع دون جامب يعني بس في اس تريد دلوقتي في 1 او تيست تريد الان كيو مفيش اي حاجه فيها دلوقتي حالا ممكن بس الماركت اوريدي بوش هاير وفي في 3 ان كيو دلوقتي ركزوا معايا يا جماعه في الار تي واي عشان ممكن ناخد تريد على الار تي واي ممكن ناخد تريد على الار تي واي ستيل نو سيجنالز بس ممكن ناخد تريد بي كيف يا جماعه ممكن ناخد تريد دلوقتي ممكن ناخد تريد دلوقتي يا جماعه ممكن ناخد تريد بي كيرفول هناخد ممكن ناخد لونج تريد على الار تي واي ممكن ناخد تريد على الار تي واي now we are long RTY nice first contract break even 19 ticks let's see اللي يحصل Just wait. زي ما انت. Target filled. هنموف يا جماعه السكند كونتراكت هنموف السكند كونتراكت عند 2026.1 السكند كونتراكت. Nice move. حوالي 5 points تقريبا من entry. زي ما احنا الفيرست كونتراكت سكند كونتراكت زي ما هو موف زي ما انت دو موف ممكن تموف بريك ايفن ممكن تموف بريك ايفن بس ممكن نحركه تاني على فكره لان كاتش الموف
زي ما انت بريك ايفن سكند كونتراكت. زي ما انت زي ما انت بريك ايفن زي ما انت بريك ايفن. ممكن نموف دلوقتي السكند كونتراكت عند 2029.5 سكند كونتراكت 2029.5. يا جماعة second contract now هنموف it عند 2032.8 second contract now هنموف it عند 2033.3 هنموف it now عند 2035.2, nice movement, 2035.2. I'll move it now on 2035.6, 2035.6, 203, and move it now on 2036.0, 2036.0. I'll move it now on 2036.8, come on. Stop. And we're out. We are out. Good job. Very quick trade, and we are done. We are done. Okay. Yeah, it was very good trade. Yeah. Very quick. 10 points. Yeah. Nice. Nice trade. Nice trade for Friday. Market can chop you, but nice. Get a nice trade. I'm at 10 points, not bad. Okay, come on. Happy Friday, everyone. Shufkun, inshallah, yom al-thalath, sa'a 9 al-subh, at-tawheed, Eastern time. Okay, come on. Enjoy Friday. Nice. I think it's still market push higher. بس it's okay خلاص we're done. Meet our 10 points. Okay, right? Bye-bye.